نواصل النهار اليوم نقلا عن مصدر حدودي بميناء رفح البري بأن إجمالي عدد العابرين للميناء أمس من قطاع غزة بلغوا 1879 مسافر، بينما غادر القطاع باتجاه مصر نحو 1376 مسافر. وقد أعرب الفلسطينيون العابرون لمعبر رفح عن امتنانهم للحكومة المصرية للاستجابة لمناشداتهم بفتح المعبر أمام العالقين، وأعربوا عن شكرهم للحكومة المصرية. تجاريا تم إدخال 12 شاحنة من مواد البناء إلى القطاع. يستقبل